بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني ومتابعي الكرام أينما كنتم. فيديو اليوم ليس تفسير وليس تأويل، فقط أردت أن أشارككم عشبة أو نبتة سحرية جدا، ألا وهي إخواني الكرام عود الصليب. لمن لا يعرف، عود الصليب هي نبتة أو عشبة كما يقال عنها، فيها فوائد عظيمة جدا جدا جدا. كثير من الناس يظنون أن هذه العشبة وهي يعني عود الصليب كما تسمى أنها يعني تفعل معجزات. لا، هي بصراحة إخواني الكرام تساعد على فك أمور كثيرة تعطل حياة الناس، وهي يعني عن تجارب شخصية وعن تجارب رأيتها في الناس. هذا عود الصليب أردت أن أتحدث عنه من السابق، لكن لم أريد أن أتحدث عنه لأسباب حبيت أتأكد فقط. فهذا هو يعني من يراه سيظن أنه قطعة من الحديد، أو لكن هو يعني شيء ينبت في أماكن معينة، يتم اقتطاعه، في من يبيعه غالي الثمن لفقدانه وندرته، غير موجود بكثرة، وفيه من يعني يبيعه رخيص جدا لأنه متوفر في بلدانهم. إخواني الكرام، عود الصليب هذا يستعمل للتبخير، مع أني ضد التبخير أنا. يستعمل للتبخير لأنه يخنق العارض، فالإنسان الذي عليه مس بجميع أنواعه إذا استنشق عود الصليب هذا في مبخرة فإنه يحس بتحسن ويقتل ذلك العارض الذي هو في جسم ذلك الإنسان. كما أن هذا يعني العود السحري كما يقال عنه له فوائد عظيمة في إبطال السحر بفضل الله. طبيعي جدا إخواني أنا أتكلم عن إبطال السحر، لا يوجد شيء يبطل السحر بعد كلام الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن الله سبحانه وتعالى جعل وخلق لكل داء دواء، فالإنسان المريض لابد أن يستعمل أدوية، لابد أن يرقي نفسه حتى يشفى بإذن الله. فهذا إخواني الكرام يتم طحنه لأنه يحتوي على حبوب من الداخل، ففي من يقطع منه ويعني ويقوم بطحنه، وتتم القراءة عليه مع ماء، يوضع في ماء ويتم القراءة عليه ويرش به مكان السحر المرشوش، فإن له فوائد عظيمة في إبطال السحر المرشوش. في بعض شياطين الإنس يستعملونه في استقطاب الجن لاستخراج بعض الكنوز كما يقال عنها، وأنا أرى أنها تخاريف وأباطيل وأمور ليس لها من الصحة أبدا. لكن هو في علاجات السحر مهم جدا، فيمكن الاغتسال به، ويمكن إخوان الكرام تبخير به، ويمكن عمل أشياء كثيرة يعني بخلطه بأشياء أخرى، مع مثلا القسط الهندي ومع يعني ورق السدر، ففيه فوائد عظيمة. في من يستعمله أيضا إخواني الكرام مع الملح، يتم طحنه مع الملح ويرش به البيت الذي فيه عوارض وفيه آثار سحر، فإنه يبطل السحر بإذن الله. أيضا من يشك بأن هناك سحر مدفون في مكان ما، أو رأى رؤيا صادقة وفسرت بأن هناك سحر، حفر في ذلك المكان لم يجد شيء، يمكن أن يستعمل ماء مقري مع هذا العود، يعني مطحون طبيعي جدا، ويرشه في ذلك المكان، فإن هذا العود يبطل السحر عن تجربة بإذن الله. طبيعي جدا إخواني الكرام، هو سبب، فنحن نتخذ بالأسباب. لا شيء يبطل السحر بعد كلام الله. كلام الله يعني هو يبطل كل شيء، لأن الله قال ما جئتم به من السحر إن الله سيبطله، لأن الله هو الذي يبطل هذه الأمور. فالتوكل على الله هو يعني الحل الوحيد لإبطال كل العكوسات وإبطال كل يعني ما يعطل حياة الإنسان. رأيت في بعض المواقع أنهم يقولون أن عود الصليب يبطل العكوسات. أي عكوسات هذه في حياة الإنسان؟ لا يوجد شيء اسمه عكوسات، يوجد شيء اسمه ابتلاء. فنتخذ بالأسباب بتوكل ويقين بأن الله هو الشافي والمعافي، فيتم لك الشفاء بإذن الله السميع العليم. من يريد إخواني الكرام أن يستفسر على عود الصليب، يمكن أن يتصل بي يعني في الفيسبوك أو في تيك توك، أو يعني أنا فتحت حساب في تيك توك، فأتمنى زيارة حسابي لأني سأعمل بثوث مباشرة إذا وصلنا لألف مشترك بإذن الله. يمكن أن أفيده بأشياء كثيرة إن شاء الله، وأتمنى الشفاء العاجل، وأتمنى الخير الكثير لكل الناس، على أمل أن ألتقي بكم في فيديوهات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.